<سؤال> ده انت لحد دلوقتي بكل الانتظارات الانتصارات اللي انت فيها دي كل الانتصارات اللي انت فيها دي بكل المواجهات انت شويه ارقام لو الناس بس تقعد تشوفها تحس ان النادي الاهلي ده في حته تانية خالص بس انت ما بتتكلمش على امبارح انت دايما عايز بكره عايز بكره عايز بكره بكر. وعندك جمهور عايز بكره وعايز <سؤال> بكره عايز بكره عايز بكره عايز بكره عايز بكره <سؤال> <سؤال> بكر بكر، بكر، وانت بتربي بالثقافه ديت وماشي على النهج ده مثلا لكن انت عندك شويه ارقام شويه الارقام دي فخر لاي حد بس في النهايه بتديها امانه للي بعدك <سؤال> للي بعدك انت عارف مثلا على سبيل المثال انت بقالك عشرين سنة عشرين سنة طبعا انا بتكلم على على القوة العظمى في في الكرة المصرية الاهلي والزمالك انا عشرين سنة ما خسرتش اتنين ديربي ورا بعض